السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الكرام. اليوم إن شاء الله محاضرة مهمة جدا، 2 مارس 2022، محاضرة مهمة في الدورة التطبيقية في الكفايات المهنية لتأهيل معلمي الأونلاين. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن وضع الخطة، كيف يضع المعلم خطته، وكيف يجهز هذه المادة العلمية ويضع الأهداف، وكيف يقيس الأهداف بعد ذلك. ونتكلم عن دفتر التحضير والاستراتيجية والأساليب المتبعة داخل الحصة، وكذلك نتناول الحصة التجريبية، وكذلك أيضا معلم القرآن كيف يجهز الحصة والمادة العلمية التي سيشرحها. فيعني أرجو الحضور اليوم بإذن الله، وسنختار أفضل 3 تكليفات إن شاء الله، وسيتم يعني منحهم شهادة تقدير من باب التشجيع إن شاء الله. فأرجو المناظرة على الحضور، وحضور اليوم مهم جدا بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.